الجنرال إيبانتشين روجوين في منزل يبعد قليلا عن ليتايانايا من جهة كنيسة التجلي، وهو يملك عدا هذا المبنى الجميل المظهر الذي يؤجر 5 أسداسه، يملك منزلا ضخما للاستثمار في شارع سادوفايا، ويملك قرب بطرسبورغ أرضا شاسعة ذات غلال كثيرة، كما يملك مصنعا يقع في ضواحي بطرسبورغ. إنه رجل ذائع الصيت، كان في الماضي يزاول أعمال تأجير الأراضي للمزارعين، أما الآن فهو مساهم خطير الشأن في عدة شركات كبرى، فهو يعد رجلا واسع الثراء يقوم بمشروعات ضخمة وله علاقات رفيعة عالية. وقد استطاع في بعض الأوساط أن يكون إنسانا لا غنى عنه على الإطلاق، ومن بين هذه الأوساط الوسط الحكومي الذي يعمل فيه. ومع ذلك كان من الأمور المعروفة الثابتة أن إيفان فيدروفيتش إيبانتشين لم يحصل أي تعليم ولم يجني أي ثقافة، وأن حياته العسكرية قد بدأت في مدرسة من مدارس العرفاء. ومما لا شك فيه أن هذا أمر يشرفه، ولكن الجنرال رغم ذكائه كان لا يخلو من بعض نقاط الضعف التي يمكن أن تغفر له على كل حال، من ذلك أنه كان لا يطيق أن يشار إلى ماضيه. أما أنه ذكي وحاذق فهذا أمر لا يسعك إلا أن تسلم له به. فمن آيات ذلك مثلا أنه قد اتخذ لنفسه مبدأ يلتزمه ولا يحيد عنه، وهو ألا يضع نفسه في المقدمة يوما، وأن يمحي متى وجب ذلك. وكان كثير من الناس إنما يقدرونه لهذه البساطة نفسها، ولهذه اللباقة التي تجعله يعرف دائما أين مكانه الصحيح فيقف فيه، وأين حدوده فلا يتعداها. ومع ذلك ليت الناس الذين يرون فيه هذا الرأي الحسن ويحكمون عليه هذا الحكم الطيب، ليتهم يعرفون ما كان يجري أحيانا في نفس إيفان هذا الذي كان واضحا أنه يحسن المحافظة على مكانه. إن الجنرال إيبانتشين رغم خبرته الواسعة في الأعمال ورغم مواهبه الممتازة، كان يؤثر أن يظهر خادما متحمسا لآراء غيره على أن يفرض آراءه هو. خادم أمين نعم، ولكن لا متملق دنيء. وكان إلى ذلك، وهذه علامة من علائم العصر، يرى أن من شرف الإنسان أن يكون رجلا ثابت، أن يكون حقيقيا. فمن هذه الناحية اتفق أن حدثت له مغامرات أليمة مؤسفة، ولكن الجنرال ليس من الرجال الذين تخور عزائمهم ويدب إليهم اليأس حتى إزاء أصعب الظروف الشائكة. إنه ينتمي إلى بيئة خليطة طبعا، ولكنها بيئة غنية وذات نفوذ على كل حال، وكان هو ينتظر من المستقبل كل شيء. إن في عمره لمتسعا، ولابد أن يجيء كل شيء في يوم من الأيام. إن الجنرال إيبانتشين ما يزال كما يقال في سن هي سن القوة. إن عمره 56 عاما، وهو العمر الذي يتفتح فيه الرجل تفتحا كاملا، العمر الذي يبدأ فيه الرجل حياته الحقة فعلا، صحته الحسنة، لونه النضر، أسنانه القوية رغم سوادها، جسمه المتين الشديد، وجهه الذي يعبر في الصباح عن اهتمام بالعمل ويعبر في المساء عن المرح أثناء اللعب. كانت الساعة قريبة من 11 حين رن الأمير مشكين جرس باب الجنرال. إن شقة الجنرال تقع في الطابق الأول، وهي على تواضعها تلبي مطالب منزلته ورتبته. فتح له الباب خادم يرتدي ثيابا مزركشة من ثياب الخدم، واضطر الأمير إلى أن يقدم شروحا طويلة لهذا الرجل الذي تفحصه في أول الأمر مرتابا، ونظر إليه وإلى سرته شزرا
وأخيرا بعد أن أكد له الأمير تأكيدا قاطعا أنه هو الأمير مشكين فعلا وأنه في حاجة مطلقة إلى أن يرى الجنرال لشأن مستعجل، أدخله الخادم مبهوتا إلى حجرة مدخل صغيرة تلاصق قاعة الانتظار وتتصل بمكتب الجنرال، وهناك عهد به إلى خادم آخر يتولى الخدمة في حجرة المدخل هذه كل صباح ويبلغ الجنرال وصول الزوار. إن هذا الرجل الذي تجاوز 40 من عمره والذي يرتدي رداء رسميا يعبر وجهه دائما عن كثرة الهم وشدة الانشغال، ولقد كان مكلفا بخدمة مكتب صاحب السعادة خاصة، فهو لذلك قوي الشعور بخطورة شأنه وعلو منزلته. قال يخاطب الأمير بوقار ورصانة: انتظر في الصالون، أما سرتك هذه فاتركها هنا. ثم جلس على مقعد من المقاعد بكثير من التعالي وهو يلقي على الأمير نظرة قاسية مدهوشة. جلس الأمير على كرسي وبيده سرته وقال: إذا سمحت فأنا أفضل أن أنتظر هنا في صحبتك على أن أبقى وحدي هناك. ليس لائقا أن تبقى في حجرة المدخل لأنك زائر، أأنت ترغب في التحدث إلى الجنرال نفسه؟ كان واضحا أن الخادم لا يكاد يستطيع أن يسلم بأن عليه أن يبلغ الجنرال عن وصول زائر كهذا الزائر، فقرر أن يعاود سؤاله. بدأ الأمير يتكلم فقال: نعم أرغب في التحدث إلى الجنرال نفسه لشأن من الشؤون. فقال الخادم يقاطعه: لا أسألك أن تذكر لي الشأن الذي تريد أن تحدث الجنرال فيه، فإن وظيفتي تقتصر على إدخالك إليه، ولكني أعود فأقول لك أنني في غيبة السكرتير لا أستطيع أن أبلغ الجنرال عنك. كان ارتياب هذا الرجل يزداد دقيقة بعد دقيقة فيما يبدو. إن مظهر الأمير يختلف اختلافا كبيرا عن مظهر الزوار المألوفين. صحيح أن الجنرال كان يستقبل في كثير من الأحيان إن لم يكن في كل يوم في ساعة معينة، ولا سيما من أجل أعمال أفرادا من كل نوع، ومع ذلك ظل الخادم حائرا. كان يبدو له أن وساطة السكرتير لابد منها لإدخال الأمير على الجنرال، وسأله أخيرا على نحو آلي تقريبا: إذن أنت قادم حقا من الخارج؟ ثم أخذ يغمغم، فلعله كان يريد أن يقول: أأنت أمير من أسرة مشكين فعلا؟ أجاب الأمير: نعم تركت القطار منذ قليل، ولكن يخيل إلي أنك أردت أن تسألني هل أنا حقا أمير من أسرة مشكين، ثم لم تلقي علي هذا السؤال أدبا ولطفا. همهم الخادم مدهوشا: قال الأمير: أؤكد لك أنني لم أكذب عليك، لن تتعرض لأي تأنيب. أما ملابسي وصرتي فليس في أمرها ما يبعث على الدهشة، ليست أمتعتي الآن بالأمتع الراقية. ليس هذا ما أخشاه، أنا مضطر أن أبلغ عنك الأمير، سيجيء السكرتير حتما ليراك، اللهم إلا أن المزعج في الأمر إنما هو: ألست تريد مقابلة الجنرال لطلب معونة والتماس مساعدة؟ هل تسمح لي بأن ألقي عليك هذا السؤال؟ لا لا اطمئن كل الاطمئنان، ثق كل الثقة، فإنما أنا آت لأمر آخر تماما. معذرة لقد سألت هذا السؤال بعد أن رأيت ثيابك. انتظر سكرتير، إن الجنرال مشغول الآن مع الكولونيل، وبعد ذلك سيجيء سكرتير إحدى الشركات. ما دمت سأنتظر مدة طويلة فإنني أتمنى أن أرجوك أن تسمح لي بالتدخين في مكان ما، معي غليوني ومعي تبغ. ألقى عليه الخادم نظرة دهشة واحتقار، كأنه لا يصدق أذنيه. تدخن؟ تدخن؟ لا لا تستطيع أن تدخن هنا، بل إن عليك أن تخجل من خطور هذا ببالك. يا له من كلام. عفوك، أنا لم يخطر ببالي أن أدخن في هذه الحجرة.
إنني أعرف أداب السلوك وعادات المجتمع، وإنما أردت أن أذهب إلى مكان تدلني عليه فأستطيع أن أدخن فيه. إنني متعود على التدخين ولم أدخن منذ 3 ساعات. على كل حال لك ما تشاء. جمجم الخادم رغم إرادته قائلا: ولكن كيف تريدني أن أبلغ الجنرال وصول زائر مثلك؟ أولا ليس مكانك هنا، وإنما ينبغي أن تكون في الصالون. أنت هنا بمثابة زائر، أي بمثابة ضيف، لسوف ينالني تأنيب. ولكن أتراك تريد أن تنزل وتسكن معنا؟ أضاف الخادم تلك الجملة الأخيرة وهو يلقي من جديد نظرة مواربة على السرة التي كان واضحا أنها تقلقه. قال الأمير: لا أظن ذلك، حتى لو دعيت فلن أبقى هنا، أنا إنما جئت للتعارف ولا شيء غير ذلك. صاح الخادم يقول مذهولا وقد ازدادت علائم الارتياب في وجهه: كيف للتعارف؟ فلماذا قلت لي إذن أنك جئت لشأن من الشؤون، لعمل من الأعمال؟ ليس مجيئي لعمل تماما، أقصد إن مجيئي إلى عمل إن شئت، أو قل إنني جئت أسأل نصيحة. لقد جئت لأقدم نفسي خاصة، لأنني واحد من الأمراء مشكين، والجنرالة إيبانشين هي أيضا آخر أميرات مشكين، ولم يبقى أحد غيرنا في سلالة الأمراء هذه. صاح الخادم يقول مرتاعا أشد الارتياع: معنى هذا أنك قريب من الأقرباء فوق ذلك. قريب؟ قرابة بعيدة جدا، أقصد يمكن أن نعد قريبين إذا أردنا ذلك، ولكن قرابتنا تبلغ من البعد أن من الصعب أن نعد قريبين. لقد كتبت إلى الجنرالة ذات يوم من الخارج، لكنها لم تبعث إلي بجواب، ومع ذلك رأيت أن من الضروري أن أتصل بها عند عودتي إلى البلاد. إذا كنت أشرح لك هذا كله فلكي أنتزع من نفسك شكوكها، لأنني ألاحظ أنك ما تزال قلقا. ليس عليك إلا أن تعلم الجنرال أن الأمير مشكين يستأذن في الدخول حتى تصبح غاية مجيئي واضحة على الفور. فإن استقبلت كان هذا خيرا وبركة، وإن لم أستقبل فقد يكون هذا خيرا وبركة أيضا. لكنني أحس أنهم لابد أن يستقبلوني، فإن الجنرالة ستريد حتما أن ترى الرجل الوحيد الذي بقي من أسرة الأمراء التي تنتمي هي إليها، فهي تحرص كثيرا على نسبها كما سمعت ذلك عنها. كان حديث الأمير يصطبغ ببساطة مطلقة، ومع ذلك كان الخادم يزداد حيرة واضطرابا على قدر ازدياد البساطة في حديث الأمير، فهو بحكم تجربته لا يستطيع إلا أن يدرك أن هذه اللهجة التي تصلح لحديث يدور بين إنسان وإنسان لا تناسب حديثا يدور بين زائر وخادم. ولما كان الناس أذكى كثيرا مما يتصور سادتهم، فقد انتهى صاحبنا الخادم إلى تصور حلين ممكنين: فإما أن هذا الأمير ليس إلا متشردا أفاقا يلتمس مساعدة، وأما أنه رجل ضعيف العقل بسيط الفكر خال من العجب بنفسه. ذلك أن أميرا له عقل راجح وكبرياء شديدة، لا يمكن أن يمكث منتظرا في غرفة المدخل متحدثا عن شؤونه مع خادم. وخلص الخادم إلى أن هذه النتيجة هي أنه سيكون مسؤولا في الحالتين كلتيهما. قال للأمير ملحا بأكبر شدة ممكنة: يليق بك مع ذلك أن تنتقل إلى الصالون. فأجاب الأمير ضاحكا: ها قد رأيت بنفسك أنني لو انتظرت هنالك لما استطعت أن أشرح لك تلك الأمور كلها، ولظللت قلقا من ردائي وسرتي. أما الآن فقد لا يكون من الضروري أن تنتظر السكرتير، أظن أنك تستطيع بنفسك الآن أن تبلغ عني. لا أستطيع أن أبلغ عن زائر مثلك، يجب أن يتم ذلك بواسطة السكرتير، لا سيما وأن الجنرال قد أوصاني منذ قليل بألا أزعجه لأي سبب من الأسباب وبأي عذر من الأعذار. ما ظل الكولونيل هنا، إن جبريل أرداليونتش وحده يحق له أن يدخل دون أن يستأذن له.
أهو موظف؟ من؟ جبريل؟ لا، هو مستخدم في الشركة. اسمع، ضع سرتك هنا على الأقل. خطر ببالي هذا، يسرني أن أضع السرة هنا ما دمت تأذن لي بذلك. على كل حال، أحب كثيرا أن أنضو عني هذا الرداء أيضا، ما رأيك؟ طبعا لا تستطيع أن تدخل على الجنرال بهذا الرداء على كل حال. نهض الأمير فخلع رداءه بسرعة، فبدا لابسا سترة لائقة المظهر. وإن تكن مهترئة بعض الاهتراء، ولاحت تحت السترة على الصديرة سلسلة من معدن قد علقت بها ساعة فضية من جنيف. شعر الخادم، رغم أنه صنف الأمير رجلا ضعيف العقل، شعر بأنه ليس من اللائق أن يمضي في الحديث مع الأمير إلى أبعد مما مضى إليه حتى الآن. ومع ذلك نال الأمير شيئا من رضاه، لا يدري هو نفسه لماذا، ولكن الأمير قد أثار فيه مع ذلك شعورا واضحا بالاستياء. قال الأمير: البيوت أدفأ في الشتاء هنا من البيوت في البلاد الأخرى، والخلاء في البلاد الأجنبية أقل بردا من الخلاء هنا، ولكن ما من روسي يستطيع أن يعيش في بيوتهم من شدة البرد فيها. أهم لا يدفئون إذن؟ بلى يدفئون، ولكن المنازل هناك مبنية بطريقة أخرى، أقصد النوافذ والمدافئ. وهل غبت مدة طويلة؟ 4 سنين، أقصد مكثت طول الوقت تقريبا في مكان واحد في الريف. لا شك أنك فقدت عادة الحياة في بلادنا، ها؟ صحيح، هل تصدق؟ إني لا أشعر بدهشة أحياناً من أنني لم أنسى اللغة الروسية نسياناً تاماً. إنني أكلمك الآن فأقول لنفسي إن لغتي لم تسوء كثيراً، ولعل هذا هو السبب في أنني ثرثار إلى هذا الحد. هذه هي الحقيقة، إنني منذ أمس أشتهي طول الوقت أن أتكلم الروسية. قل لي، هل كنت تسكن في بطرسبورغ من قبل؟ كان الخادم رغم شدة حرصه على أن يسيطر على نفسه وأن يمسك عن الكلام، لا يستطيع أن يقطع حديثا يبلغ هذا المبلغ من اللطف والكياسة والذوق. أجاب الأمير: بطرسبورغ؟ لا، لم أكد أقيم بها، وإنما كنت أمر بها مرورا، ثم إنني حتى في ذلك الأوان لم أكن أعرف شيئا هنا، فما بالك الآن وقد ازدادت الأمور الجديدة ازديادا يجعل حتى العارفين مضطرين أن يتعلموا كل شيء من جديد. من ذلك مثلا المحاكم الجديدة التي يكثر الحديث عنها في هذه الأيام. محاكم؟ نعم، هناك محاكم لا شك في هذا، ولكن قل لي، هل المحاكم هناك في البلاد الأجنبية أعدل من المحاكم هنا؟ لا أدري، سمعت كثيرا من الثناء على القضاء عندنا، من ذلك أن عقوبة الإعدام قد ألغيت. وهناك هل يعدمون؟ نعم، رأيت إعداما في فرنسا بمدينة ليون، شنايدر هو الذي قادني إلى هناك. يشنقون؟ لا، في فرنسا يقطعون الرأس. وهل يصرخ المعدومون عندئذ؟ يصرخون؟ إن قطع رؤوسهم يتم في لحظة، يضجع المحكوم عليه فيهوي على رأسه نصل آلة يسمونها مقصلة، نصل ثقيل قوي يفصل الرأس عن الجسم فورا. ولكن الشيء الأليم الفظيع إنما هو الإعدادات، قراءة قرار الحكم بالإعدام، إلباس المحكوم عليه، إيثاقه بالحبال، إصعاده على السقالة، تلك هي البرهة الرهيبة. والجمهور يحتشد، وحتى النساء تتوافد، رغم أنهم لا يريدون للنساء هناك أن ترى هذا المشهد. فعلا ليس هذا مكانهن. طبعا طبعا، كيف يشهدن تعذيبا كهذا التعذيب؟ لقد كان المحكوم عليه في ذلك اليوم رجلا يبدو عليه أنه لا يهاب ولا يخاف، رجلا ذكيا قوي الجسم، ليس شابا صغيرا بل هو ناضج السن، اسمه نيجروس. ومع ذلك أؤكد لك، صدقني إن شئت،
أؤكد لك أنه حين اعتلى السقالة كان يبكي وكان أبيض اللون كورقة. أهذا ممكن؟ أليس هذا فظيعا؟ هل يمكن حقا أن يبكي المرء من شدة الخوف؟ لا، لم أكن أصدق أن أحدا يمكن أن يبكي هذا البكاء خوفا. لست أتكلم هنا عن طفل، بل عن رجل لم يسبق له أن بكى يوما، عن رجل في 45 من عمره. ما الذي يحدث للنفس في تلك الدقيقة؟ ما هذه التشنجات التي تصير إليها؟ هذه إهانة للنفس وإساءة إلى الروح، ولقد قيل مع ذلك لا تقتل، فما بالهم يقتلون رجلا لأنه قتل؟ لا، هذا شيء لا يمكن أن يقبله الإنسان. لقد شهدت ذلك المنظر منذ أكثر من شهر، وما زال يتراءى لي حتى الآن كأنه أمام عيني. حتى لقد وافاني في أحلامي 5 على الأقل. تحمس الأمير وهو يتكلم، وتلون وجهه الشاحب بعض التلون، إلا أن لهجة صوته ظلت هادئة، وكان الخادم يصغي إليه باهتمام ومحبة ومودة، حتى لكأنه لا يستطيع أن يحول انتباهه عن القصة. لعله كان هو أيضا إنسانا من أصحاب الخيال. قال الخادم: من حسن الحظ على الأقل أن الإنسان لا يتألم مدة طويلة حين يقطع رأسه. فاستأنف الأمير كلامه يقول بحرارة: هذه الملاحظة التي ذكرتها أنت الآن تخطر ببال كل إنسان، ولتحقيق هذه الغاية إنما اخترعوا تلك الآلة، أعني المقصلة. أما أنا فقد خطرت ببالي في ذلك اليوم فكرة أخرى، إذ تساءلت: ترى ألا يمكن أن يكون هذا أسوأ؟ قد تبدو لك فكرتي هذه باعثة على الضحك، بل قد تبدو لك غريبة عجيبة، ومع ذلك فإن فكرة كهذه يمكن أن تخطر ببال أي إنسان إذا هو أعمل خياله قليلا. فكر في الأمر، لننظر في التعذيب مثلا. إن الآلام والجروح والوجع الجسمي، إن هذا كله يذهل النفس عن عذابها وينسيها ما قد تكابده من هول، فلا يتألم المرء عندئذ إلا من الجروح إلى أن يموت منها. والألم الرئيسي، والألم الذي هو أشد الآلام قوة، قد لا يكون ألم الجروح، بل الألم الذي ينشأ عن يقين المرء من أنه بعد ساعة، ثم بعد 10 ثم بعد نصف دقيقة، ثم الآن فورا ستترك روحه جسدها، وأنه لن يكون بعد ذلك اللحظة إنسانا. وأن هذا أكيد، أنه أكيد، خاصة فحين يضع المرء رأسه تحت المقصلة البتارة، وحين يسمع انزلاقها فوقه في ربع الثانية ذاك، إنما يشعر المرء بالخوف الأكبر. هل تعلم أن هذا الذي أقوله ليس مستمدا من الخيال فحسب، بل ذكره كثيرون، وإني لأبلغ من قوة الاقتناع به أنني سأقول لك رأيي في هذا الأمر صريحا كل الصراحة. أنا أرى أن قتل إنسان بسبب ارتكابه جريمة قتل هو قصاص لا تناسب بينه وبين الجريمة نفسها. إن قتل قاتل أفظع كثيرا من جريمة القتل التي ارتكبها ذلك القاتل. إن الإنسان الذي يقتله القتلة، إذ يذبحونه ليلا في غابة أو غيرها، يظل إلى آخر لحظة يأمل أن ينجو. يروي الناس عن مقتولين أنهم ظلوا بعد حز رقابهم يأملون ويحاولون الفرار، ويتضرعون سائلين الشفقة عليهم والرأفة بهم. أما في الإعدام فإن الأمل الأخير، الأمل الذي يجعل احتمال الموت أسهل 10 ينتزع منك حتما. إن صدور الحكم واستحالة الإفلات منه هما اللذان يجعلان العذاب رهيبا فظيعا. صدقني، ليس في الدنيا عذاب أشد هولا من هذا العذاب. لو أخذت جنديا فوضعته في قلب المعركة أمام فوهة المدفع، ثم أطلقت عليه النار، لظل يحتفظ بالأمل إلى آخر لحظة. أما إذا قرأت لهذا الجندي نفسه قرارا يحكم عليه بموت مؤكد، فإن هذا الجندي سيفقد عندئذ عقله، أو سيجهش باكيا،
من ذا الذي قرر أن الطبيعة الإنسانية تستطيع أن تحتمل تعذيبا كهذا التعذيب دون أن تهوي إلى الجنون؟ فيما إيقاع أذى يبلغ هذا المبلغ من السوء والعقم؟ ربما كان يوجد في هذا العالم إنسان حكم عليه بالموت وشرع في تعذيبه ذلك التعذيب، ثم قيل له أخيرا امضي فقد صدر عفو عنك. إن في وسع هذا الإنسان أن يحكي لكم وأن يقص عليكم.